وزير المالية يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية. ارتفاع التضخم في روسيا لأكثر من 16.5% في مارس على أساس سنوي في نسبة لم تسجل منذ 2015. ارتفاع أسعار البترول العالمية عند الإغلاق 2%. نشرة اقتصادية مفصلة، أهلا بكم. أكد وزير المالية محمد معيط أن الوضع الاقتصادي الذي تم إصلاحه خلال الفترة الماضية جعل الدولة أكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية وامتصاص الصدمات العالمية. وخلال لقاء عبر فيديو كونفرنس مع ممثلي ومستثمري أحد البنوك الأمريكية، أشار معيط إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو قوي بنسبة 9% من الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي رغم جائحة كورونا وما أعقبها من أزمات عالمية. كما أشار إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو بنسبة تصل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء تزعم تعقيد إجراءات توريد محصول القمح من المزارعين للموسم الحالي عن المواسم السابقة. من جهتها أشارت وزارة التموين إلى أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي تتضمن العديد من التسهيلات للمزارعين، وتشمل تلك التسهيلات الدفع الفوري للمزارعين نظير شراء محصول القمح خلال 48 ساعة فقط من تسليم الأقماح وبعد الانتهاء من الفرق والفحص بزيادة قدرها 100 جنيه للأرداب عن الموسم الماضي، فضلا عن منح حافز إضافي استثنائي للتوريد والنقل للموسم الحالي بقيمة 65 جنيها ليصبح إجمالي الزيادة 165 جنيها، فضلا عن تقريب نقاط الاستلام من المزارعين. بحث وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي مع المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكة بالبنك الدولي والوفد المرافق لها بحث التعاون بين الوزارة والبنك الدولي في مجال استخدام نظم الري الحديث. كما تم خلال الاجتماع بحث التنسيق بين الجانبين لعرض رؤية الترابط بين المياه والمناخ خلال فعاليات أسبوع القاهرة الخامس للمياه وجناح المياه المقام ضمن فعاليات مؤتمر المناخ والذي تستضيفه مصر في شهر نوفمبر القادم. من جهتها أشارت مسؤولة البنك الدولي إلى أن عملية تحديث المنظومة المائية في مصر والجاري تنفيذها حاليا تعد قصة نجاح هامة يجب عرضها خلال مؤتمر المناخ القادم. أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع دمج صون التنوع البيولوجي بالسياحة في مصر والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية ومحافظة جنوب سيناء، نفذت المرحلة الثالثة لبرنامج التدريب وبناء قدرات العاملين بقطاع الفنادق والمطاعم بمدينة شرم الشيخ. وصرحت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد بأن البرنامج يهدف إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع السياحي والضيافة باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمؤتمر السنوي لتغير المناخ. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار الموقف التنفيذي لوحدات مشروع سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل بمدينتي أكتوبر والعبور الجديدتين. شدد وزير الإسكان على ضرورة ضغط الجداول الزمنية والإسراع بمعدلات التنفيذ وتسليم الوحدات لمستحقيها فور الانتهاء من التنفيذ. كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الخدمية المختلفة بمواقع مشروع سكن لكل المصريين لمنخفضي الدخل والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتشغيلها من أجل توفير جميع الخدمات اللازمة لسكان المشروع. قالت الحكومة اللبنانية إن مصر هي بوابة العالم العربي التي تقف إلى جانب لبنان بالتعاون مع الأشقاء العرب لتأمين الوقود والغاز للبلاد. أشارت الحكومة اللبنانية إلى أن البلاد بات حاليا في الشوط الأخير الذي يتضمن موافقة البنك الدولي على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثم الكهرباء من الأردن، والتي توفر للبنان مبدئيا حوالي 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التي يحصل عليها من العراق.
قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة إن بلاده تأمل من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تأمل في جمع 15 مليار دولار في شكل منح وقروض من الصندوق ومؤسسات دولية أخرى. من جهته أعلن الصندوق أنه توصل إلى مسودة اتفاق تمويل مع لبنان، لكن بيروت بحاجة إلى تفعيل مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية أولا قبل أن يقرر مجلس إدارته ما إذا كان سيوافق على الصفقة. أظهرت أرقام البنك المركزي التونسي هبوط الدينار إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار الأمريكي في 3 سنوات متجاوزا 3 دنانير للدولار الواحد. ويهدد تراجع الدينار التونسي بتآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي خلال أزمة مالية حادة تواجهها البلاد. ومن المقرر أن يتوجه وفد تونسي إلى واشنطن هذا الشهر لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي. تأمل تونس التوصل إلى اتفاق مع الصندوق مقابل تنفيذ إصلاحات لا تحظى بشعبية لتجنب انهيار ماليتها العامة. قال المندوب الروسي الدائم لدى الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد قد يستنفذ قريبا القدرة على فرض عقوبات جديدة على روسيا. وأضاف المندوب الروسي أن الاتحاد الأوروبي يواصل التصرف بحزم، إلا أن عقوباته تعيق دول الاتحاد أكثر من إعاقتها للجانب الروسي. يذكر أن مبعوث دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا على الحزمة الخامسة من العقوبات ضد روسيا، والتي تنص بشكل خاص على قيود فيما يتعلق بالأفراد والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى فرض حظر على استيراد الفحم من روسيا وتسليم منتجات التكنولوجيات العالية. أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن التجارة بين روسيا وأرمينيا يجب أن تتم بعملات أخرى وليس بالدولار. وأضاف لافروف أن العام الماضي شهد زيادة في حجم التبادل التجاري مع أرمينيا وصل لأكثر من 2.6 مليار دولار. أضاف وزير الخارجية الروسي أن نسبة روسيا في التجارة الخارجية تتجاوز 30%، حيث تمكنت موسكو من إعادة دوران التجارة إلى مسار نمو مستدام العام الماضي بعد الركود الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا. أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيسمح مجددا اعتبارا من 18 أبريل ببيع العملات الأجنبية بعد تعليق هذا الأمر مطلع مارس أثر العقوبات الغربية غير المسبوقة بسبب الأزمة الأوكرانية. يأتي هذا الإعلان المفاجئ بعد قرار البنك المركزي في 9 مارس تعليق بيع العملات الأجنبية في روسيا حتى 9 سبتمبر 2022. كما أعلن البنك المركزي أيضا أن إجراء السحب لم يعد متاحا بالدولار الأمريكي فقط، ولكن أيضا باليورو. سجلت نسبة التضخم في روسيا التي ترتفع منذ أشهر سجلت ارتفاعا جديدا، فبلغت 16.7% في مارس على أساس سنوي، هو معدل ولم يسجل منذ مطلع عام 2015 ومقارنة بشهر فبراير من هذا العام. ارتفعت الأسعار بنسبة 7.6% من شهر إلى آخر، وتتجاوز نسبة التضخم في مارس 4% الذي وضعه المصرف المركزي الروسي ب4 أضعاف. وهذا أول شهر تظهر خلاله تداعيات العقوبات الغربية المرتبطة بأوكرانيا والتي قد تتفاقم أكثر على الأسعار. وافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على تقديم 791 مليون يورو للاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا الاستثمار في الصحة والمياه، إلى جانب دعم التنمية الريفية والحضرية في عدة مدن أوروبية. ووافق مجلس إدارة بنك الاستثمار الأوروبي على 310 مليون يورو من التمويل الجديد لتوسيع توليد الطاقة المتجددة في دول البلطيق وتحسين توزيع المياه والأمن المائي لحوالي 2.5 مليون شخص في بلجيكا. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط 2%، لكنها سجلت ثاني انخفاض أسبوعي لها على التوالي بعد أن أعلنت دول اعتزامها سحب كميات من النفط الخام من المخزون الاستراتيجي. ارتفعت العقود الأجلة لخام برنت عند الإغلاق 2.20 دولار لتسجل عند التسوية 102.78 دولار للبرميل. وارتفعت العقود الأجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.23 دولار لتبلغ 98.26 دولار. انخفض خام برنت 1.5 على مدار الأسبوع، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 1%.
ختام أخبارنا الاقتصادية، ولم يتبقى سوى التذكير بأهم ما جاء بها من عناوين. وزير المالية يؤكد أن الإصلاح الاقتصادي جعل الدولة أكثر قدرة على امتصاص الصدمات العالمية. ارتفاع التضخم في روسيا لأكثر من 16.5% في مارس على أساس سنوي في نسبة لم تسجل منذ عام 2015. ارتفاع أسعار البترول العالمية عند الإغلاق 2%. ختام نشرتنا الاقتصادية، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.